رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اختتام اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السعودية واتفاق على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وإزالة المعوقات التي تواجهها. تراجع قياسي لليرة اللبنانية في سوق الصرف لتسجل أكثر من 15 ألف أمام الدولار الواحد في السوق السوداء. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة اقتصادية مفصلة لهذا اليوم. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الهدف هو متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس على أجندة أولويات الحكومة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات استراتيجية تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة. وخلال اجتماعات الدورة 17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، أشارت الوزيرة إلى أن العلاقة الوطيدة التي تربط قيادتي البلدين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات. من جانبه قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصيبي، قال إن هناك أكثر من 6200 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تقدر ب 30 مليار دولار. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف. دكتور علي، كيف ترى التعاون المصري السعودي في مجال الاقتصاد والتجارة، وأي القطاعات يمكن تبادل الاستفادة منها؟ دكتور علي. أيوة فندم، سامع حضرتك. ألو دكتور علي مسعود، يبدو أننا فقدنا الاتصال. أكدت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم أن الوزارة حريصة على الارتقاء بالمناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية، وخلال لقائها مع ليلى بنس المتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هذا الحرص ظهر من خلال التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لإحداث التحسن النوعي في حياة المواطنين ومجتمعاتهم. من جانبها أعربت ليلى عن امتنانها للتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأعلنت مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شهدت محافظ دمياط منال عوض ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة افتتاح المدينة الصديقة للنساء في مدينة عزبة البرج. تم تصميم هذه المدينة باستخدام نهج تشاركي يراعي تمكين النساء والفتيات من خلال توفير فرص للتمكين الاقتصادي. نتابع المزيد في التقرير التالي. بعزبة البرج المطلة على فرع نهر النيل عند محافظة دمياط، وبشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة، شهدت المحافظة افتتاح المدينة الصديقة للنساء في محيط مكتبة مصر العامة بهدف توفير كافة وسائل الترفيه للفتيات والسيدات بالمحافظة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا عبر برامج تدريبية على المهن والحرف المختلفة. احنا بنمكنهم اقتصاديا، بنعرفهم ازاي كل واحدة تعتمد على نفسها، وده طبعا اختيارنا عزبة البرج لان دي مدينة أكتريتها صيادين وكلهم بيبقوا خارج البلاد في وقت كبير، والسيدات هي اللي بتعول البيت، فكان اختيار فيها حالات كتير قوي يعني كانت محتاجة ده، فده اختيار كان موفق. إنه شيء رائع جدا، ما رأيته اليوم هو شيء مذهل ويثير الإعجاب والحماس، حيث ساهم المجتمع المحلي ممثلا في النساء والفتيات في الجلوس في هذه المكتبة والتمتع بالمزايا بهذا المكان الآمن. وضع حجر الأساس للمجلس القومي للمرأة فرع دمياط على مساحة 1500 متر
من شأنه البدء في مخطط تنفيذ مبنى متكامل حتى يتسنى لهذه المؤسسة الهامة إدارة الأنشطة المختلفة لخدمة المرأة بالمحافظة. هو مش هيبقى مقر، يعني مش مبنى فقط ولكن مجمع للمجلس القومي، سواء أنشطة سياسية اقتصادية، مكتب شكاوى، مساحة 1500 متر إن شاء الله يبقى فيه مجمع يخدم المرأة الدمياطية في كافة أنحاء المحافظة. مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج تتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة والحدائق والمناطق المتكاملة للأطفال ومناطق القراءة لخدمة أهالي المنطقة. مشروعات تنموية وثقافية على أرض محافظة دمياط عبر تدشين المجلس القومي للمرأة هنا بالمحافظة، وأيضا إطلاق المدن الصديقة للمرأة من جانب آخر بهدف الترويج لمنتجاتهم وإطلاق البرامج التدريبية والتعليمية بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. من عزبة البرج بمحافظة دمياط، محمد عبد الصبور، النيل. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم بضغط من عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، بينما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 634 مليار و100 مليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 309 ملايين و200 ألف جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.05%، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.16%. أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي انخفض 3% في الربع الأول من العام. وقال بيان للهيئة العامة للإحصاء، قال إن القطاع غير النفطي نما 2.9% مقابل 1.6% قبل عام، بينما تراجع القطاع النفطي 11.7%. وأشارت الهيئة إلى أن الاقتصاد انكمش 3.3% في الربع الأول، وأن القطاع غير النفطي سجل نموا لأول مرة منذ الربع الأول في 2020. سجلت الليرة اللبنانية تدهورا قياسيا جديدا، فقد تخطى سعر الصرف مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين عتبة 15,000 ليرة في السوق السوداء. ويتراوح سعر الليرة بين 15 و 500 ليرة للدولار. وخسرت الليرة بذلك أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار. ومنذ صيف العام 2019 في ظل الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات. وفي النهاية مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اختتام اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السعودية واتفاق على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وإزالة المعوقات التي تواجهها. تراجع قياسي للليرة اللبنانية في سوق الصرف لتسجل أكثر من 15,000 أمام الدولار الواحد في السوق السوداء. وهنا مشاهدينا تنتهي النشرة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.